ركن سجادة. بيتنا اي حاجه، اي حاجه طريه على سجاده اي حاجه ونقعد في ده اسمه ايزي باز. الايزي باز ده بيبقى في ناس مثلا ممكن تبقى ركبتها مش لامسه الارض عادي، احنا ممكن نحط مثلا شلتتين تحت ركبتنا مع التعود هتلمس الارض. بالظبط، مع التعود هتلمس الارض، لان دايما يعني بالبراكتس كل حاجه بتيجي. وهحاول ان انا اهم حاجه العمود الفقري يبقى مفرود، ظهري مفرود، اجيب كتفي لحد فوق لحد ودني كده واطلعه لورا بحيث ظهري يتفرد على الاخر، اغمض عيني وابدا اخد زي دقيقتين ثلاثه افصل عن الدنيا كلها، احاول اسكت الافكار اللي في دماغي واخد نفس. يعني ما افكرش في اي حاجه. بالظبط، احاول ان انا افصل. طبعا موضوع ان احنا نفصل ده بياخد وقت عشان نعرف ان احنا ناتشيف الحته دي، بس واحده واحده بتيجي. يا زهره، طب لو في مشاكل في دماغ الراجل او الست اطلعها ازاي؟ اطلعها ازاي؟ مشاكل ما بين ايه؟ في دماغه مشاكل كتيره. ما هو بالظبط مع التمرين الموضوع ده بيقل كتير. ان انا واحده واحده، ان انا دلوقتي وانا مغمضه عيني احاول اركز مع نفسي، ان انا املا اللونجز بالهواء، ابوز شويه وبعدين اطلع النفس تاني، ما ركزش على في اي حاجه تانية. يعني اخد شهيق وبعدين زفير؟ بالظبط، اخد من مناخيري ولا من بق الزفير؟ في ناس بتحب ان هي في نوعين من النفس، كذا كمان نوع، ان انا اخد من مناخيري واطلعه من بقي، وممكن كمان ابقى قافله بقي واطلعه من مناخيري، يعني حسب بترتاح ازاي. نعم؟ اكتم قد ايه؟ كم ثانيه؟ مثلا ممكن ثانيتين ثلاثه، مفيش مشكله. ثانيتين ثلاثه كده، واكتم ثانيتين ثلاثه وبعدين اطلع النفس، افصل عن كل حاجه. وبعدين احاول اسكت الافكار اللي في دماغي، وبعد ما افصل كده ممكن نبدا نفتح عينينا ونعمل هنعمل دلوقتي شويه اكسرسايزز هتساعد كتير، ممكن نعملها في اي وقت. وانا بانهيل باخد النفس بطلع ايديا لفوق فوق الله، وفي الاكزهيل باخد تويست بحط ايديا اليمين على ركبتي الشمال من بره وايديا الشمال. ايه الاحساس الجميل ده يا زهره؟ قريبه من جسمي. باخد انهيل كمان الانسن ظهري واطول العمود الفقري، وفي الاكزهيل باخد تويست وببص ورا. حلو التويست ده، بصي جابت فين؟ ما شاء الله. طبعا التويست كلها يا زهره، اي حد بالوقت اي حد مبتدئ يقدر يعمل الحركات طبعا دي. اي حد مبتدئ طبعا في الاول. ما خدتيش بالك فوق كتافها بتلف ازاي؟ ما شاء الله زهره. زهره فعلا، زهره يا زهره. ثانك يو والله. التويست ده في الاول مش هيبقى كده طبعا، في ناس في الاول هتبقى الموضوع مش هيوصل للتويست ده. تاني تالت مره هيحسوا بالفرق. هتيجي بالظبط. انهيل برجع تاني للنص، وفي الاكزهيل باخد السايد التاني بزق الارض عشان افرد ظهري، وبعدين بزق ركبتي واخد تويست كمان عشان توصل. المفروض التمرينه دي تمرينه اليوجا دي تاخد مني وقت قد ايه؟ احنا ممكن لو اتمرنا خمس دقائق بس في اليوم هيفرقوا معايا. خمس دقائق يوميا؟ طب والاقصى؟ يعني الاقصى قد ايه؟ الاقصى هو زي ما انت عايز، لو تقدر تتمرن كل يوم اتمرن كل يوم. لا يعني اقعد نص ساعه ساعه. قصدك كوقت؟ لا يعني اخر الواحد التمرين بيبقى ساعه. ساعة؟ طبعا اخره بيبقى ساعة، بس ممكن تبدأ بخمس دقايق مثلا. صح. بعدين ممكن بقى نعمل التمرين ده كذا مرة، ده كويس جدا للعمود الفقري. هنعمل تمرين كمان.